مساكم الله بالخير والنور والسرور جميعا. شيش طاووق يفضل يكون اقل شيء 8 ساعه في التتبيله. الصدور الجاي مقطعه شي مربعات، وما تكون المربع يعني القطع صغيره، تكون شويه كبيره عشان ما تنشف في الشوي. الحين عندي دبس خليفله ومعلقه معجون طماط وفلفل اسود، زيت زيتون، عصير ليمون، عندي ثوم وزنجبيل. بهارات الدياي هاي راح استعمل، البهارات هذه فيها ملح فما راح اكثر ملح، الحين ما راح احط ملح. عندي السموك بابريكا، بابريكا المدخنه، وعندي علبتين روب احط عليها احطها في الثلاجه لحزه الشاي. اضيف شويه خل، اعطتنا من البارحه خواتي، البارحه ما حطينا ملح، ملح الحين شوي بس. شكيت كل الكمية، الصوص اللي تم عندي زدت عليه شوية زيت زيتون، أدهن فيه الشيش طاووق أشوي عشان يتم جوسي. شوية زيت زيتون، خلصت كل كمية الدياي، قطعت طماط كذي أربع، نزلته ويا الصوص اللي باقي عندي. كذي بس يبين شوي بحطه على جنب الشيش طاووق، انقرض شكل الدياي. علينا وعلى عيونكم بألف عافية.